نيسم كينج ليس الوحيد لكنه الأفضل. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج كواليس مع نيسم كينج. اليوم احنا متواجدين في مجد الكروم في تصوير كليب للفنان جلال خطيب لأغنية عذاب اللي راح تنزل قريبا إن شاء الله. في البداية راح نكون في لقاء بسيط جدا مع الشاعر ستيف سعدان اللي هو بكتب كلمات الأغنية اللي يحكي لنا شوي عن هالأغنية. أهلا وسهلا في ستيف سعدان. عذاب والله عذبني جلال عذبني كله. أغنية عذاب هي للفنان جلال خطيب كيف ما أنت بتعرف الكل رح يعرف يشوف الأشياء قريبا بجميع المواقع. الأغنية بتتحدث عن مشكلة شخصية صارت مع الفنان جلال خطيب واللي اتصل بوقتها وقال لي بالأغنية اللي بتحكي عني أنا كجلال غنيت للناس غنيت للكل فإجا الوقت اللي أغني لإلي أنا شخصيا عن حياتي الشخصية عن حياتي الشخصية طبعا وعملنا له عذاب. نعم شكرا لك ستيف سعد يعني على التعامل بصبح أنت موجود معنا. شكرا برضو لطاقم العمل المتكامل نيسم كينج وأحمد العليان. شكرا للصبية اللي شاركتنا بالكليب إيميل الياس. وطبعا هي اغنيه بتاع عذاب اللي راح تستمر معنا بقصه الفنان جلال خطيب في الاغنيه القادمه اللي راح تستمر معنا الاغنيه بعنوان غصب عني راح تستمر معنا في الكليب الجاي. ستيف سعد احكي لنا شوي برضه عن احنا شفنا قصه الكليب يعني احكي لنا شوي عن قصه الكليب ايش بتوحي حتى الجمهور يعني لما يحضر القصه يفهم شوي شو اللي عم بيصير. عن اي كليب؟ كليب عذاب اللي راح تستمر في الاغنيه القادمه. أنا بفضل إنه بلاش نحكي عن الموضوع، بفضل نخلي الإشي للجمهور، نخلي الجمهور هو اللي يحدد الأمور. حتى لو الإشي كان صعب شوي على الجمهور، خلي الجمهور كمان يشوف الأشياء الصعبة. مش شرط إنه بالضبط مش يفكر، إحنا جمهور جدا بفكر، دليل إنه بفكر إنه عم بسمع أغانينا، هو دليل إنه عم بفكر، لو بفكرش كان بسمعش أغانينا. طبعا احنا برضه بننتظر الاغنيه وبنتمنى التوفيق لجلال خطيب ولجميع فنانينا المحليين. حاليا راح نكون بلقاء مع جلال خطيب. طبعا جلال خطيب اليوم احنا كنا متواجدين معك في تصوير كليب لاغنيه عذاب اللي راح تنزل قريبا. في البدايه جلال خطيب احكي لنا شوي عن الاغنيه، احكي لنا اليوم عن يوم التصوير اللي كان معك مع طاقم العمل الاغنيه. اول شيء حاب اشكر زي ما طاقم العمل ليس كانك ياس كارلو الشاعر سيف سعدة الإعلام عبد الرومي وأحمد عليان والعارض اللي كانت معنا إيمي الياس والموزع نوال شهيد وطورونا قريبا في أغنية عبد. يعني جلال خطيب إنه إحنا الجمهور كله كان عم يستنى الكليب يعني على أحر من الجمل حتى يعرفوا شو قصة جلال خطيب اللي بداخل هالكليب. وانت اعترفت طبعا لعدة مواقع الانترنت وعبر عدة صفحات انه القصة حصلت في حياتك. فايش انت حابب تحكي شوي عن الكليب توضح ايش للجمهور ولا حابب تخليها مفاجأة للجمهور؟ لا اول اشي حابب اخليها مفاجأة. نعم. واحلى اللي يشوفوها هم يتابعوها وهم يتحملوا طبعا. لكن حاليا بدي احكي عن برضه شغله اللي صارت معنا في اغنيه عذاب انه الاغنيه تاخرت عده مرات وعدنا الجمهور ويعني ما وفيناش بالوعد لاسباب خاصه لانه الاغنيه تسجلت في البدايه في مكان ومن جديد اعاده توزيع وتجديد الاغنيه في استوديو المايسترو معين الشيء. شو السبب جلال على اعاده تسجيل وتوزيع الاغنيه؟ انا رحت لعده استديوهات جربت الاغنيه كمان رحت لكثير مصورين عن البلادهم فما حبيت اني اغير ورجعت لطاقم العمل اللي كنت اشتغل معاه في الاول لانه طاقم العمل الثلاثي اللي هم الياس كان ومعين شعيب والشاعر سيف سعدة لاني نجحت معهم والحمد لله وان شاء الله بين الاعمال تجيبكم اكثر ان شاء الله. جلال طبعا احنا برضه شايفين التعامل مع طاقم العمل المتكامل يعني من انجح لانجح يعني من ناجح لانجح شفنا فيها تروح نفس المكان وحاليا عذاب. جلال خطيب بنتمنى لك التوفيق وان شاء الله بنستنى الاغنيه. حاليا رح ننتقل لنكون بلقاء برضه مع الصبيه والعارضه اللي شاركت جلال خطيب ايميل الياس. اهلا وسهلا فيك ايميل الياس، انت اليوم شاركتينا في تصوير كليب الفنان جلال خطيب لاغنيه عذاب. طبعا ايميل ايش حابه تحكي لنا يعني عن مشاركتك في هالكليب كونها المشاركه الثانيه في هذا المجال، احكي لنا شوي عن المشاركه اليوم كانت مشاركه يعني
واجهت صعوبات في التصوير ولا كانت سهل التصوير؟ تفضل. كانت كتير سهل التصوير وبشكر طاقم العمل اللي اشتغلت معه لانه كتير انبسطت معه وبنا انه هي التجربة الثانية اللي فكتير انبسطت والكليب يعني اكيد رح يكون حلو وبشكرك انت انه يعني في بربطنا صداقة بيناتنا وانت اللي عرفنا على اسم كينج وعلى جد الخطيب وانه خلتنا نعمل لك شفت السيناريو وأعجبك السيناريو وحبيت تشكلك وأعجبتك الأغنية والكلمات وفكرة الكليب. شكرا لك إيميل الياس كونك اليوم شاركتينا في الكليب ونتمنى لك إن شاء الله. أكيد يعني كل فنان بيتعامل مع إنسان ناجح حتى يزيد من نجاحه وهذا بيدل على نجاح الفنان نيسم كينج وإحنا إن شاء الله نتمنى دوام التقدم والنجاح للفنان نيسم كينج ولجميع طاقم عمل نيسم كينج وللشاعر ستيف سعدة للمايسترو معين شعيب ولجميع اللي شاركونا في تصوير الكليب اليوم برضو العرضة إيميل الياس وبنتمنى التوفيق والنجاح للجميع وشكرا لكم مع تحيات عبد أبو رومي إلى اللقاء. نيسم كينج ليس الوحيد لكنه الأفضل.